شيخنا في الوضوح لك، عندي سؤال. انا رجل صايم وعايش في الخارج، وحقيقة انا هواي اشوف سافرات ونساء ما لابسات حجاب، يعني بهاي الحالة شو اسوي؟ شكرا جزيلا، ارجو الجواب على سؤالي. طيب هنا احمد يسأل يقول انا طالب جامعي واصوم، لكن بالدوام ويانا اكو سافرات وبناتي خلن مكياج وطالع شعرهين، زين انا شلون بصيامي بهالحاله؟ يعني مشكله. نعم بويا، انتم ما تفكونا من هاي السوالف. تريد الصوم حياك الله، ما تريد الصوم توكل، لا تظل تطلع لي عذار وتطلع لي سوالف. والله انا صايم وهنا فرعات، شلون بويا نروح نحبس خلق الله على مودك؟ تعال نخلي نلبس سنبوشيات ونضم كلب تانكيات. حميد صايم شنو لك؟ بنيه ينفرع يمك بقرباك مقلبتك تعترف بيك، ايش مالك انت ابوي؟ طب خذ محاضرتك وتوكل وولي، لا تطلع لي سوالف. والله انا صايم وهي مفرعه وشلون بيه؟ شنو باستك؟ شو بقتك؟ قدت قميصك من دبور يا فكرك؟ شلون هذول عايشين بالخارج؟ شلون بينا انه تعالوا كون الاجنبيات كل ما يطلعون والله كم مسلمين بالخارج. حميد صايم شنو لك؟